بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. السلام على المهدي المنتظر الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. اللهم عجل فرجه وقرب ظهوره واجعلنا من أنصاره وأعوانه واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بفضل ما نردده من الدعاء المروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام، نقرأه معا: يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما،
وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.